دعنا نبدأ من آخر التطورات، وهي اجتماع اليوم ما بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية وممثلين عن قوات الدعم السريع. يعني ماذا أفضى هذا الاجتماع، وهل هناك من خطوات جادة في طريق تحقيق المفاوضات والاتفاق على مخرجات بيان جدة؟ هذا الاجتماع أصلا يأتي تحت لافتة البحث عن السلام، فرص السلام. هناك مجهودات تقوم بها عدة جهات إقليمية ودولية، والآن هذه قوة سياسية سودانية، هو تحالف لمجموعة تحالفات سودانية تحاول أن تجد مكان ما للسلام في خارطة السودان العسكرية الآن. ولكن هناك كثير من المشتركات بين قوات الدعم السريع وهذه المجموعة السياسية، بما يجعل أي بيان يخرج يحمل كلمات عمومية تتحدث عن السلام وما إلى ذلك قد لا يعني شيئا، لأن ذلك هو طبيعي في ظل التقارب السياسي، لأن هذه المجموعة هي أشبه بالذراع السياسي لقوات الدعم السريع. المطلوب نحن يعني هذا لا يعني أننا نرفض هذا الاجتماع، بل بالعكس يعني نحن نرجو أن يخرج هذا الاجتماع بقرارات واضحة. يعني الآن هناك قائد الدعم السريع موجود بين هذه المجموعة في هذا الاجتماع، يجب أن تصدر قرارات واضحة في اتجاه بناء السلام، انسحاب من المدن، انسحاب من المقار العمومية، انسحاب من بيوت المواطنين، إيقاف الحرب، وقف إطلاق نار، السماح بدخول المساعدات الإنسانية. لابد أن يكون هناك شيء محسوس على الأرض، لكن أي بيانات أخرى تصدر بكلمات مطاطة وعمومية وتتحدث عن السلام وإنهاء الحرب ولا لوقف ولا للحرب وما إلى ذلك من المفردات التي تعتبر مجرد شعارات، أنا أعتقد قد لا تكون مناسبة أبدا لمثل هذا الاجتماع، لأنه اجتماع على مستوى قيادي للمجموعتين السياسية والعسكرية. طيب فيما يتعلق بالاجتماعات، هل من الممكن أن يجتمع حميدتي والبرهان على طاولة واحدة وجها لوجه بعدما كان هناك اجتماع في جيبوتي ولم يتم؟ الطرفان وافقا على ذلك، يعني صدرت موافقات مكتوبة سلمت لسكرتارة الإيجاد، وهناك موافقات إعلامية قيلت في بيانات صادرة من الطرفين، وكان يفترض أن يعقد الاجتماع الأول الخميس الماضي 28 من ديسمبر، لكن بيان صدر من منظمة الإيجاد قال أن هناك أسباب فنية دون أن يذكر هذه الأسباب الفنية، لكن الطرف الذي يمثل الجيش وهو الفريق أول عبد الفتاح البرهان كان جاهزا وعلى وشك السفر إلى جيبوتي عندما أخبر بأن الطرف الآخر لن يكون موجودا في الزمان والمكان المحدد. وعوضا عن الظهور في جيبوتي هو ظهر في عواصم أخرى، هذا يعني جلب كثير من الشكوك حول جدية التوجه نحو اتفاق نحو اجتماع على مستوى قيادة الطرفين. لكن الآن هناك حديث جديد أن من جانب الإيجاد بأن هناك اجتماع سيعقد دون أن يحدد توقيته خلال الأسبوع المقبل، دون أن يحدد بصورة دقيقة التوقيت. لكن الذي لفت النظر أن خلال الجولة التي قام بها قائد الدعم السريع في بعض العواصم الأفريقية هو لم يشر أبدا إلى اجتماع في جيبوتي، صحيح تحدث عن أنه يقبل التفاوض بلا شروط لكنه لم يحدد هل بالتحديد يقصد بذلك منبر الإيجاد في جيبوتي. طيب. أم أنه يتحدث بصورة مطلقة عن التفاوض؟ البرهان يعني طالب بسحب القوات من المدن كشرط لحدوث هذا الاجتماع، هل تراه شرطا قابلا للتحقيق في ظل نتحدث عن تدشين التعبئة اليوم وقوات الدعم السريع تستهدف بالمدفعية محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم؟ يعني أنا لا أعتقد أنه من الحكمة أن يكون هناك شرط، يجب أن يكون هو واحد من البنود التي تبحث داخل الاجتماع، لأن الشروط المسبقة أحيانا قد تعطل الاجتماع. من الحكمة أن يصل إلى قاعة التفاوض، لأن ذلك يثبت أمام العالم أنه يريد السلام أولا، ثم بعد ذلك يطرح هذا البند بقوة، لأن هذا البند ليس مطلب البرهان، هذا بند يقوى الشعب السوداني كله، وإذا خرج البرهان بأي صيغة غير هذه الصيغة لن يرضى الشعب بذلك ولن يقبل به حتى الجيش. يعني هذا أمر محسوم بالنسبة للشعب السوداني، أنه لا بد من استرجاع البيوت، لا بد من استرجاع الأوضاع بما فيها الممتلكات التي فقدت من المواطنين، والخروج من المقار العامة، وانسحاب قوات الدعم السريع خارج المدن، لأن حتى لو أرجعت البيوت وظلت موجودة في الشوارع تقيم الارتكازات، هذا يعني أن المواطنين لازم يكونوا لديهم القدرة على الحركة بصورة طبيعية، خاصة أن قوات الدعم السريع لها سجل راسخ من انتهاكات حقوق الإنسان و
لا يأتمن الناس وجودها قريبا منهم، بل كل ما دخلت مدينة هرب منها المواطنون بصورة كاملة. حتى في مدن دارفور كانوا يدخلون من مكان يهرب المواطنون إلى مدن أخرى. فإذا هذا الأمر هو ما يجب أن تنتهي إليه المفاوضات، وغير ذلك لن يقبل بها أحد في الشعب السوداني.